دكتور محمد فرقحات، بالعودة إلى مفاوضات غزة ووصف المحطة الأخيرة لها بأنها إيجابية، ماذا تتوقع من إسرائيل في الفترة القادمة؟ مزيد من العرقلة، مزيد أيضا أم مزيد من التعقيد، أم ماذا من وجهة نظرك؟ يعني في تقديري طبعا المشهد الحالي مشهد معقد جدا في الإقليم، أم هناك توافق لوقف إطلاق النار؟ والأمر سيعتمد في جزء كبير منه على الضغوط التي ستمارسها الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأيام القليلة المقبلة. هناك كما نعلم هناك جولة لوزير الخارجية الأمريكي في إلى المنطقة، وبالتأكيد هذا الملف سيكون هو الملف الرئيسي، إن لم يكن الملف الوحيد على أجندة عمل وزير الخارجية الأمريكية. هناك في الأغلب أو انطلاقا يعني من هذا الافتراض، ففي رأيي أن الولايات المتحدة الأمريكية الآن مصداقيتها يعني أصبحت أمام يعني تحدي كبير. الولايات المتحدة الأمريكية منذ أن بدأ يعني الأزمة الحالية في 7 أكتوبر من العام الماضي وحتى الآن، بدت الولايات المتحدة الأمريكية إما أنها وفقا للكثير من التحليلات أو الإدراكات، إما أنها متواطئة مع الجانب الإسرائيلي أو أنها تقدم الدعم الكامل، وصولا إلى أنها بدت عاجزة أمام الإسرائيل. فبالتالي مصداقية الولايات المتحدة الأمريكية الآن أعتقد أنها تواجه تحدي كبير. وبالتالي في رأيي أن التحليل الأكبر أنه الولايات المتحدة الأمريكية ستتعامل مع المفاوضات أو في الجولة الحالية باعتبار أنها مسألة شديدة الأهمية بالنسبة لمستقبل الإقليم وبالنسبة لصورة الولايات المتحدة الأمريكية وبالنسبة أيضا لعلاقتها مع الجانب الإسرائيلي. بالإضافة ولكن دكتور يعني أكثر من 300 يوم مرت صحيح على هذا العدوان الإسرائيلي الغاشم، وجولات كثيرة يقوم بها وزير الخارجية الأمريكي إلى المنطقة، ألا تعتقد أن هذه الزيارة التي تتحدث عنها قريبا لوزير الخارجية الأمريكي لا نعتقد أو لا نتوقع أنها سوف تضيف جديدا لكانت ضافت في السابق؟ يعني هذا احتمال قائم طبعا، خاصة إذا تمسك الجانب الإسرائيلي أو نتنياهو بموقفه المتشدد واستمر في هدفه الرئيسي بإطالة أمد الأزمة وإطالة أمد يعني العدوان، لأن هذا يحقق مكاسب داخلية لنتنياهو. لكن ما زلت أميل إلى أنه الولايات المتحدة الأمريكية لديها تحدي كبير ولديها أيضا حتى حسابات داخلية. الإدارة الأمريكية الحالية يعني الإدارة الديمقراطية ربما تحرص في هذا التوقيت على توصيل رسالة للداخل الأمريكي بأن الإدارة الحالية ما زالت إدارة قوية وما زالت إدارة لديها القدرة على التأثير أو الفعالية. وبالطبع طبعا هذه المفاوضات الحالية إذا ما نجح الجانب الأمريكي في ممارسة الضغوط الكافية على الجانب الإسرائيلي، بالتأكيد هذا سيعزز من صورة الإدارة الديمقراطية داخل الولايات المتحدة الأمريكية بأنها إدارة ما زال لديها القدرة على الفعل أو درجة من الفعالية الكافية. إذا أرادت أن تفعل الإدارة الأمريكية، إذا أرادت فعلا أن توقف هذا العدوان سوف تقوم بذلك؟ بالتأكيد، لأنه الولايات المتحدة الأمريكية لديها أو في يدها أوراق كثيرة. لكن هناك عامل آخر يجب أن نأخذه في الاعتبار، هو أن الرأي العام الداخلي يعني يتجه الرأي العام الداخلي الأمريكي يتجه إلى رفض استمرار العدوان، وأصبح هناك رأي يعني مؤيد لإنهاء هذا العدوان. فبالتالي إذا أخذنا كل هذه الاعتبارات أو خصوصية اللحظة الحالية سواء على الداخل مستوى الداخل الأمريكي أو على مستوى الإقليم، أعتقد أنه ربما الولايات المتحدة الأمريكية تميل إلى ممارسة ضغوط أكثر قوة وأكثر وضوحا في التعامل مع الجانب الإسرائيلي.